أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله <applause> اللهم صل على الله محمد رجل وعجل ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين جاء هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله ليمثل شوكة في خاصرة البدعة البكرية إلى اليوم. إنه الخبر الذي يقرن بين غضب فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وغضب الله تبارك وتعالى ويسوي بينهما فكان كل ما يستوجب غضب الزهراء مستوجبا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله لغضبه وغضب الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الشريف رواه كبار أعلام المذهب البكري وفي مقدمتهم إمامهم البخاري في صحيحه أخرج هذا الحديث أولا في كتاب المناقب في باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ورقم الحديث ثلاثة آلاف وأربعمائة وستين بسنده عن المسور بن مخرمه ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: فاطمه بضعة مني فمن اغضبها اغضبني. هذا ما رواه البخاري في هذا الباب. وعاد ورواه في باب اخر من كتاب المناقب وهو باب مناقب فاطمة عليها السلام هكذا جاء عنوان الباب وترجمته ذكر التسليم هنا على فاطمة عليها السلام بخط البخاري البخاري لما كتب باب مناقب فاطمة لم يكتب هنا رضي الله عنها بل كتب عليها السلام جاءت الرواية في هذا الباب برقم ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة ثم عاد وروى الحديث في موضع ثالث برقم أربعة آلاف وثمانمائة وخمس وخمسين ولكن بلفظ هي بضعة مني يريبني ما أرابها أي يزعجني ما أزعجها يقلقني ما أقلقها ويؤذيني ما آذاها مسلم من جانبه روى مثل هذا الحديث بألفاظه عن المسور بن مخرمه في صحيحه في مواضع شتى فيما رواه الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات في ابواب المناقب في باب ما جاء في فضل فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله الحديث برقم ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين بسنده هذه المرة عن عبد الله بن الزبير وجاء الحديث هناك بلفظ إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما انصبها. عندنا هنا وقفات تعتبر نقاطا للبحث في هذه الليله، ولكن قبل ان ندخل في بيان هذه النقاط، لا بد من مقدمه مهمه، وهي التي المعنى اليها فيما سبق من محاضرات وخطابات. وهي ان المله البكرية وقعت في مأزق بسبب هذا الحديث، اذ ان تثبيتها له يعني التزام أن أبا بكر بن أبي قحافة قد أغضب الزهراء عليها السلام وبالتالي يكون مغضبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وبالتالي يكون مغضبا لله عز وجل فيكون إذن في عداد المغضوب عليهم الذين نستعيذ بالله عز وجل ونساله ان يجنبنا صراطهم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فهذا من المغضوب عليهم اذا، فكيف نسلك صراطه؟ لهذا ارادت المله البكريه الخروج من هذا المازق بتحريف وتزوير سبب نطق النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث فافتعلت أنه صلى الله عليه وآله قد نطق بها لإدانة أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليهم السلام في قصة مفترات افتري بها على علي عليه السلام حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها أن عليا أراد أن يتزوج امرأة أخرى على فاطمة الزهراء عليه السلام وهي ابنة أبي جهل هذا الأمر يمثل أكذوبة كبرى فندها ائمتنا الاطهار عليهم الصلاه والسلام وكان من جمله ما نطقوا به في تفنيدها حديث رواه شيخنا الصدوق عليه الرحمه في اماليه بسنده عن علقمه قال قلت للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله ان الناس ينسبوننا الى عظائم الامور وقد ضاقت بذلك صدورنا. علقمة يشتكي للامام الصادق عليه السلام انه وامثاله من الشيعة الأبرار يرمون بالعظائم أي بالتهم العظائم افتراءات كثيرة فهو يقول ضاقت بذلك صدورنا تعبنا من كثرة ما يتهموننا ويفترون علينا فانظر هنا الإمام عليه السلام بما أجابه قال عليه السلام: يا علقمه ان رضا الناس لا يملك، والسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون مما لم يسلم منه انبياء الله ورسله وحجج الله؟ هؤلاء ما سلموا من الافتراءات فكيف انتم تسلمون؟ ثم يمضي الامام عليه السلام في تعداد بعض من تلك الافتراءات على الانبياء والرسل والحجج الى ان يقول: الم ينسبوا نبينا محمدا صلى الله عليه واله الى انه شاعر مجنون ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارثة فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه، وفي ذلك روايات عند أهل الخلاف شائنة، في كتب التفسير لكم أن تلاحظوها، وما زالت أمثال هذه الروايات الشائنة تقدم مادة التي يستفيد منها اعداء الاسلام ثم يقول الامام عليه السلام وما قالوا في الاوصياء اكثر من ذلك الم ينسب سيد الاوصياء عليه السلام الى انه يطلب الدنيا والملك وهذه للعلم كلمة لك ان تلاحظها وان تقف عليها من غير علم من اعلام اهل الخلاف منهم على سبيل المثال ابن تيمية لعنه الله فانه يتكلم عن عليّ أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- بما يصوره طالبا للملك والسلطان، وأنه ما قاتل إلا على هذا، وهذا الأمر، هذا الادعاء من ابن تيمية به. فيه رد على رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله الذي صح عنه انه قال ان علي يقاتل على التاويل على تاويل القران تاويل المفاهيم الدينيه علي لم يقاتل على الملك والسلطان لم يقاتل على الدنيا وانما قاتل على الدين، على تاويل الدين. مع ما نطق به النبي الاعظم صلى الله عليه واله في ذلك، تجد بعضا من كهنه البكرية لا يستحيون من ان يقولوا انه عليه السلام قاتل من اجل الملك، من اجل ان يتراس على الناس. وينسبون اليه انه كان مستهينا بالدماء دماء المسلمين وانه ما جراه على ذلك الا لانه ضمن الغفران من الله اذ هو من اهل بدر الذين جاء في الحديث المكذوب عندهم انهم فليصنعوا ما شاءوا فقد غفر الله لهم هكذا يصورون عليا هذا الامام العظيم هكذا يصورونه للمسلمين صوره ملك قاتل من اجل الملك واستهان بالدماء اغترارا بغفران الله هذا الامر له جذوره في العقيده البكريه هذا الامر متوارث عندهم مع الاسف الشديد وان حاولوا التملص منه لا يمكنهم التملص لان ما يلزمهم به ما يلزمون به هو اقوال علمائهم في كتبهم وهي صريحه في هذا المعنى. امامنا الصادق عليه السلام تحدث عن هذه الاقاويل وهذه الاتهامات لامير المؤمنين عليه السلام في زمانه مما يعني ان هذه الاقاويل لم تولد مع ابن تيميه مثلا وانما ولدت قبله بقرون وتوارثها كهنه البكريه الى ان استقرت في ذهن ابن تيميه وفي قلبه فقاء وعبر عنها في منهاجه. في منهاج سنته وكتبها بهذه وصاغها بهذه العباره. قال عليه السلام: الم ينسبوا سيد الاوصياء عليه السلام الى انه يطلب الدنيا والملك ثم قال الم ينسبوه الى انه عليه السلام اراد ان يتزوج ابنه ابي جهل على فاطمه عليها السلام وان رسول الله صلى الله عليه واله شكاه على المنبر الى المسلمين فقال ان علي يريد ان يتزوج ابنه عدو الله على ابنه نبي الله الا ان فاطمه بضعه مني فمن آذاها فقد آذاني ومن سرها فقد سرني ومن غاضها فقد غاضني فالامام الصادق عليه السلام هنا يكذب هذا السبب ويعده دليلا على عدم ضبط السنه الناس وانها تتحدث بالافتراءات حتى على اولياء الله وحججه فكيف بتلك التي تكون على سائر المؤمنين. اذا في هذه المقدمه ثبتنا هذه الحقيقه وهي ان نبينا الاعظم صلى الله عليه واله يوم قال فاطمه بضعه مني الى اخره لم يقل ذلك لادانه امير المؤمنين حاشاه بل هذه فريه مكذوبة ويكفيك لمعرفة انها فريه ان عمدة من يرويها عند اهل الخلاف هو المسور بن مخرمه وهذا اذا تتذكرون ترجمنا لكم احواله من ذي قبل انه من المعدودين عندهم من صغار الصحابه على تعبيرهم ويزعم انه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه واله على المنبر، انه على المنبر قام وقال: فاطمه بضعه مني فمن اغضبها فقد اغضبني. وانه يوم سمع ذلك ما كان قد بلغ الحلم بعد. هذا الرجل كان خسيسا. ومما يدلك على خسته انه انحاز تاليا للبلاط الاموي صار مع راس الفئه الباغيه معاويه بن ابي سفيان لعنهما الله وتحدثنا روايات اهل الخلاف عن صوره بشعه جدا لهذا الرجل هي الصوره التي ذكرها صاحب الطبقات الكبرى ابن سعد برقم عشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين عن عروة بن الزبير في حديث أنه قال فلم أسمع المسور, بن فلم أسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا صلى عليه هذا كافٍ في أن نعرف أن هذا الخبيث إذ مال إلى معاوية إلى حد أنه ما كان يذكر معاوية إلا ويقول صلوات الله عليه. هذا الخبيث إذ مال لذلك الخبيث من الطبيعي أنه يشوه سمعة أمير المؤمنين عليه السلام. إنه انحاز إلى الأموية الناصبة التي تنصب العداء لامير المؤمنين فمن الطبيعي انه يحرف سبب وعلة هذا الحديث الذي قال فيه النبي الاعظم صلى الله عليه واله فاطمه بضعه مني ويحاول ان يصرفه الى ان يكون المدان فيه علي لا ابا بكر هذه كانت سياسه امويه سياسه ناصبيه ثم ان المسور هذا بعد انحيازه للامويين ولسيدهم معاويه انحاز للزبيريين وسيدهم عبد الله بن الزبير وقاتل معه يوم اعلن ابن الزبير نفسه خليفه في مكه. وكلا الطرفين كما ترون من اعداء علي عليه السلام والمنحرفين عنه فكيف يمكن الاعتماد على ما يرويه من عله لهذا الحديث ولم لا نأخذ العله التي ذكرها ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم او المحايدون على اقل تقدير على اي حال هذه وقفه اولى كمقدمه ندخل بعدها للنقاط المهمه في شان هذا الحديث الشهير اما النقطه الاولى فان هذا الحديث يستفاد منه أن فاطمة الزهراء روحي فداها أعظم من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بمن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان أتحدث هنا بلسان البكرية وعلى مبانيهم على قواعدهم وعلى فكرهم كيف نستدل بهذا الحديث ونلزمهم بانه دال على ان فاطمه اعظم قدرا عند الله وافضل واشرف من ابي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن اضرابهم نستدل بذلك لأن النبي صلى الله عليه واله وصفها بأنها بضعة منه، قطعة منه. والقطعة من النبي خير من سائر البشر، من سائر الناس. والى هذا ذهب بعض كبار أعلام أهل الخلاف. ذهبوا إلى تفضيل فاطمة عليها السلام على الإطلاق. من أولئك إمام المالكية مالك بن أنس. فمع ما ظهر من نصبه لعلي عليه السلام مع تأخيره له الا انه لم يجد بدا من الاعتراف بان فاطمه هي الافضل وقال لا اقدم عليها احدا لانها بضعه النبي صلى الله عليه واله. كلمه مالك هذه جاءت في كتاب الحاوي للفتاوى لامامهم السيوطي. في المجلد الثاني الصفحة ثلاثمائة وأربع وخمسين يقول قال مالك رضي الله عنه لا أفضل على بضعة من النبي صلى الله عليه وآله أحدا ففاطمة إذن في اعتقاد إمام المالكية خير واعظم وافضل من ابي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن عائشه ومن الجميع، لانها بضعه رسول الله صلى الله عليه واله وممن ذهب الى ذلك ايضا من يسمى عندهم بالعلم العراقي وهو احد كبار علماء الشافعيه ذكر ذلك الصنعاني في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير للسيوطي، السيوطي عنده الجامع الصغير جاء هذا وألف كتاب التنوير في شرحه الصنعاني المعروف الأمير في المجلد السابع الصفحة 469 يقول: وذكر العلم العراقي ان فاطمه واخاها اي ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه واله يقول وذكر العلم العراقي ان فاطمه واخاها ابراهيم افضل من الخلفاء الاربعه بالاتفاق نقل الاتفاق على ذلك أن كهنتهم متفقون على تفضيلها عليه عليه السلام على الخلفاء في اعتقادهم. هذه نقطة أولى مهمة، لعله قد غفل عن بيانها أن هذا الحديث، نفس هذا الحديث دال حديث البضعة. دال على ان فاطمه اعظم من ابي بكر افضل منه واذا كان الامر هكذا وهو هكذا فمع من يكون الصواب مع الفاضل ام مع المفضول قد وقعت منازعه بين الطرفين كما يعرفه القاصي والداني وقعت منازعة بين الزهراء فاطمة عليه السلام وبين الطاغية الأول أبي بكر لعنه الله إن افترضنا أن أبا بكر ليس بطاغية وليس بمنافق كما هو اعتقاد المسلمين إن أخذنا باعتقاد المبتدعة أن أبا بكر صديق مؤمن صالح إن افترضنا ذلك وسلمنا به جدلا ففي كل الأحوال يكون الحق والصواب مع فاطمة عليها السلام لا معه، لأنه لا قياس بين الطرفين، ففاطمة أعظم، فاطمة أفضل، وواجب المسلم أن ينحاز إلى الأفضل لا إلى من هو دونه. كيف اذا ضممنا الى ذلك ان من كان مع الزهراء فاطمه في خصومتها لابي بكر بعلها علي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وهو ايضا بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله افضل الجميع يكفينا ان الله تبارك وتعالى وصفه بقوله انه نفس رسول الله في ايه المباهله وانفسنا وانفسكم وقد قال المفسرون جميعا واطبقوا على ان المراد هو علي عليه السلام بذكرهم انه لم يخرج مع النبي احد من الرجال سواه فلا بد من ان يكون المراد بالانفس هنا علي عليه السلام وان لفوا وداروا وحاولوا ان يطبقوا كلمه الانفس هنا على نفس رسول الله شخصه. يكفينا حديث الطائر وهو حديث صحيح مستفيض عند اهل البدعه انفسهم. وفيه ان عليا عليه السلام خير خير الخلق واحبهم عند الله تبارك وتعالى. يكفينا حديث المنزله ويكفينا ويكفينا ويكفينا, ويكفينا ولكن ان جاء المبتدع البكري على عادته وحاول التشكيك بما يستفاد من هذه الايات والروايات وقال انه لا دلاله فيها على افضليه علي بن ابي طالب عليهما السلام والا لكنا نجد من يسميهم هو الصحابه يعتقدون هذا الاعتقاد وانا لم نجدهم هكذا بل كانوا يفضلون كما في حديث ابن عمر كانوا يفضلون ابا بكر وعمر وعثمان ثم يسكتون حتى لا يذكرون عليا رابعا لهم نقول ان هذا الذي تزعمونه اعتمادا على حديث ابن عمر هو من جهلكم واستقرائكم الناقص فقد جاءت أحاديث صحيحة عندكم دالة على أن بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله لا أقل لا أقل بعضا منهم كانوا يعتقدون بأن عليا عليه السلام هو الأفضل أفضل من أبي بكر أفضل من عمر ومن لف لفهما من علماء أهل الخلاف الذين حرروا هذه المسألة وذكروها باستفاضة ابن حزم الأندلسي في كتابه الشهير الفصل أو الفصل في الملل والنحل في الملل والأهواء والنحل هناك في المجلد الرابع في الصفحة تسعين تحت عنوان الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة يقول قال أبو محمد اللي هو ابن حزم اختلف المسلمون في من هو افضل الناس بعد الانبياء عليهم السلام. دقق في العباره. يقول: فذهب بعض اهل السنه على تعبيره، وبعض اهل المعتزله، وبعض المرجئه، وجميع الشيعه، الى ان افضل الامه بعد رسول الله صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب. فاذا هذه العباره مهمه. هذه العباره تدلك على ان الشيعه ليسوا وحدهم من ينفرد بقولهم بان عليا عليه السلام هو الافضل، بل شاركهم في ذلك طوائف من المبتدعه. من المرجئه من المعتزله وممن يسمون انفسهم اهل السنه وقد قدمهم ابن حزم ها هنا قال ذهب بعض اهل السنه الى ان عليا هو الافضل يقول وقد روينا هذا القول هذا القول جاءنا بالروايه وقد روينا هذا القول نصا بالنص عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء إذا هذا القول لم يأتي فيما بعد بعد عصر النبوة بعد الصدر الأول حين تشعبت الأمة إلى فراق كلا بل هذه العقيده وهي عقيده تفضيل علي بن ابي طالب على الاطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه واله هذه عقيده جمع من اصحاب رسول الله ومن التابعين ومن الفقهاء فقهاء اهل الخلاف فلا يظنن ظان اليوم ان الشيعه فقط هم من ينفردون بان عليا هو الافضل كلا الشيعه مجمعون بانه الافضل ولكن غيرنا من يطلق على نفسه اهل السنه فهم الذين اختلفوا فيما بينهم من هو الافضل علي ام ابو بكر قسم منهم ذهب مع الشيعه ولأنه روى بالنصوص عمن يسميهم الصحابة أن عليا هو الأفضل وقسم آخر مال مع الخوارج لأن الخوارج هم رأس وأصل تفضيل أبي بكر للعلم لو تتبعت تاريخيا الخوارج من عقيدتهم تعظيم الشيخين وتكفير الصهرين معروف عنهم ذلك وهم يعدون من المغالين في ابي بكر وعمر وهم اساس النفخ في عقيده ان ابا بكر خير الامه هم الاس. ولذا لاحظ هنا عباره ابن حزم جدا مهمه يقول وذهبت الخوارج كلها وبعض اهل السنه وبعض المعتزله وبعض المرجئه الى ان افضل الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه واله ابو بكر وعمر اذن التفت جيدا عندك طائفتان عندهما اجماع كانتا تتنازعان المسألة. طائفة الشيعة، شيعة أهل البيت، الإجماع عندهم أن عليا هو الأفضل. الطائفة الثانية طائفة الخوارج المارقة، الإجماع عندهم أن أبا بكر أفضل. فيما بين الطائفتين طوائف بعضها يميل لهذه الطائفه وبعضها يميل لتلك الطائفه كمن يسميهم اهل السنه اهل المعتزله والمرجئه ثلاث طوائف الان بالله عليك ايهما اقرب لقلبك واسلم لدينك؟ أن تميل لشيعة أهل بيت نبيك أم أن تميل للخوارج الذين ذمهم نبيك وحذر منهم أيهما المسلم السوي يبتعد عن عقائد الخوارج إذا كانت هنالك مسألة خلافية فيها إجماعان واحدهما للخوارج خالفه احتياطا على دينه اخذ بالاجماع الاخر. والاجماع الاخر فيه النصوص التي ترجع الى جذور التاريخ الاسلامي في العصر الاول في الصدر الاول زمان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومن تلك النصوص ما يذكره ابن حزم في نفس الموضع من كتابه. يقول مثلا روينا عن مسروق بن الأجدع وتميم بن حذلم وإبراهيم النخعي وغيرهم هؤلاء من التابعين أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود قد تقول لي شيخنا وأي دليل في هذا على مسألتنا هؤلاء يذهبون إلى أن عبد الله بن مسعود هو الأفضل وليس عليا ولا أبا بكر فأي دليل على ما تقول؟ أقول تمهل وترقب وستعرف. يقول قال تميم وهو من كبار التابعين رأيت أبا بكر وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود. يعني أنا شفت أبا بكر وشفت عمر وعرفت فضلهما ولكن ما رأيت مثل عبد الله بن مسعود هو أفضل منهما بمراحل ثم يروي قائلا عن أبي أيوب سليمان بن داود الشاذكوني قال كان عمار بن ياسر والحسن بن علي الإمام المجتبى عليه السلام يفضلان علي بن أبي طالب على أبي بكر الصديق بزعمه وعمر إذن هذه عقيدة عمار هذه عقيدة سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي أن علي عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر ولذا أحيانا الشخص يعجب حقيقة في زماننا زمن الأعاجيب أنك تجد بعض من يرد علينا من المخالفين من السلفيين من الوهابيين يزعمون أن قولنا أن عليا هو الأفضل بدعة والحال أن قولهم هو البدعة بتفضيل أبي بكر القول بان هنالك اعتقادا ما بدعه معناه انه لم يكن مسبوقا في عصر رسول الله وعصر اصحابه هذا هو التعريف عند المله البكريه وها هنا انتم قد ثبت لديكم بالنصوص عن جمع من اصحاب رسول الله والتابعين انهم كانوا يقولون علي هو الافضل هو الافضل على الاطلاق فكيف تكون بدعه هذا ابن حزم يعترف يقول جمع من اصحاب رسول الله ذهبوا الى ذلك منهم عمار بن ياسر اكان عمار مبتدعا منهم الحسن بن علي ثاني الائمه الصبط الاكبر سيد شباب اهل الجنه كان يعتقد هذا الاعتقاد ويعبر عنه: اتجترئون بقولكم انه كان مبتدعا والعياذ بالله. زين. نرجع الى مساله ابن مسعود. جماعه من التابعين عندهم ذهبوا الى ان ابن مسعود هو الافضل. انا هذا يفيدني جدا. انا من هذا بذاته استفيد ان عليا لا محاله هو افضل الفاضلين لان حين نرجع الى عقيده ابن مسعود هذا وما صرح به نجده يقول بكل صراحه انا كنا نتحدث ان عليا هو الافضل فإذا كان في عقيدة بعض القوم أن الأفضل ابن مسعود ورجعنا إلى ابن مسعود فوجدناه يفضل عليا بلسان الكثرة والجمع يقول كنا كانت النتيجة أن عليا عليه الصلاة والسلام الأفضل على الإطلاق لا محالة ولا شك ولا شبهة مئة بالمئة أين نجد هذا التصريح المهم من ابن مسعود وبالسند الصحيح عند أهل الخلاف تجدونه في كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل رقم الحديث تسعمائة وثلاثة وخمسين يقول حدثنا عبد الله أنا سأذكر السند دون أن أترجم رجاله من أراد فليراجع يكتشف كلهم ثقات قال حدثني جدي اللي هو احمد بن منيع البغوي قثنا يعني قال حدثنا ابو قطن قثنا اي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن علقمه عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب أفضل أهل المدينة يعني أفضل أفضل الأمة لأن أهل المدينة بمن فيهم من مهاجرين وأنصار هم أفضل الأمة عند عقيدة القوم فأفضل هؤلاء الأفضل من علي بن أبي طالب ويقول هذا ليس رأيي ليس عقيده انفرد بها انا لا يتحدث بلسان الكثره والجمع يقول كنا يعود هذا الضمير على من على الجمع والكثره ولا يقصد بهذا الجمع والكثره الا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله اذ ابن مسعود منهم يتحدث عن معشرهم فيقول: كنا نتحدث ان افضل اهل المدينه علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب. فاذا قلتم ان افضل اصحاب النبي عبد الله بن مسعود ووجدنا ان هذا الافضل يقول ان الافضل هو علي بن ابي طالب وبلسان الكثره والجمع. لا مناص هنا من التسليم بأن عليا هو الأفضل. فإذا من جهة ثبت أن فاطمة هي الأفضل وقد حكي الاتفاق على ذلك من قبل العلم العراقي الشافعي. من جهة ثبت أن عليا هو الأفضل لا أقل في عقيدة جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله والتابعين فهنا نحن امام منازعة بين من كل الادله تشير الى افضليته وخيريته وبين من الادله قاصرة عن احراز واثبات افضليته وخيريته وهو ابو بكر وتاليه عمر فإلى أيهما نميل؟ يفترض أن نكون مع من؟ ثم لك أن تعرف أن هذه الجريمة التي وقعت في حق مصدر الخيرية والطهر والأفضلية علي وفاطمة هذه الجريمة التي وقعت في هذه الأيام في ما بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه واله، أية جريمة هذه؟ لقد أجرموا في حق خير الأمة. أجرموا في حق أفضل البشر بعد سيد البشر صلى الله عليه واله، ليست جريمة هينة هذه. هذه النقطة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث. حديث البضعه. النقطة الثانية، ولا يسعنا أن نفصل فيها الكلام، إلماع سريع فقط. نستفيد من هذا الحديث أن الزهراء عليها الصلاة والسلام معصومة، لا يمكن أن تقع في الذنوب. أو أن تقارف القبائح لا يمكن لماذا؟ بالملازم إن النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديثه الذي يعترفون بصحته يؤذيني ما آذاها إذا جوزنا أن تقع الزهراء عليها السلام في الذنوب حاشاها فيلزم من ذلك تجويز ايقاع الحد عليها او التعزير حاشاها او لا اقل ايذاؤها بنهيها عن المنكر لان بعض الذنوب تستوجب اما حدا اما تعزيرا واما نهيا عن منكر في لسان الاحاديث الشريفه انك انه عليك لمن تراه مقيما على منكر او يبلغك انه قد ارتكب منكرا ان تؤذيه اذا الامام الصادق مثلا عليه السلام يقول كيف لا تؤذونه هذا الذي يرتكب المنكر حتى يتركه هذا معروف هنالك مراتب في النهي عن المنكر جامعها اشعار مرتكب المنكر بالاذى حتى يترك هذا المنكر اما ان تشعره بذلك باللفظ بالقول باللسان واما باليد في بعض الاحيان فاذا جوزنا على الزهراء والعياذ بالله وقوعها في الذنوب لزم من ذلك تجويز نهيها عن المنكر وأذاها وهذا لا يصح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول يؤذيني ما يؤذيها فإذا كنت مأمورا في الشرع بان تنهاها عن منكر ارتكبته والعياذ بالله لزم من ذلك تجويز ايذائها هذا مناقض لما نص عليه النبي صلى الله عليه واله من حرمه ايذائها لا يمكن في كفه اسقاط الشريعه الشريعه امرت باقامه الحدود والتعزيرات امرت بالنهي عن المنكر لا يمكن إسقاط هذه الكفة وكذا لا يمكن إسقاط الكفة الأخرى وهي حرمة إيذاء الزهراء عليها السلام هل الشريعة متناقضة؟ كلا وحاشا فلا محالة إذن لا ترتكب الزهراء عليها السلام ما يدفعك الشرع لإيذائها به سواء كان حدا أو تعزيرا أو أصغر ذنب يستوجب منك نهيها عن المنكر فتكون النتيجة إذا أن الزهراء عليه الصلاة والسلام معصومة لا ترتكب منكرا. لا ترتكب إثما. شوفوا هذه نكات دقيقة مهمة تستفاد من نفس هذا الحديث. حديث واحد فاطمه بضعه مني يغضبني ما اغضبها يؤذيني ما يؤذيها من نفس هذا الحديث تثبت افضليه الزهراء من نفس هذا الحديث تثبت عصمه الزهراء واذ ثبتت عصمتها بهذا البيان يثبت اذن ان ما جاء به ابو بكر في خصومته للزهراء عليها السلام في شأن فدك والعوالي وغيرهما كان هو المنكر من طرفه. أبو بكر هو الواقع في المنكر والحق مع الزهراء عليها السلام. وهذا مما ينسف الملة البكرية وعقائدها، فإن الملة البكرية إلى اليوم اربابها مع شديد الاسف يميلون لجانب ابي بكر ويصححون موقفه ويقولون الحق معه على الزهراء. الزهراء كذبت ابا بكر ابو بكر ادعى ان رسول الله قال انا معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث ما تركناه صدقه. الزهراء قالت ما قال أبي رسول الله هذا أبي رسول الله لا يخالف القرآن القرآن أثبت أن الأنبياء وأولاد الأنبياء يرثون وورث سليمان داود مثلا لا يمكن المخالف إلى اليوم يعاند يقول لا الحق مع أبي بكر فاطمة كانت مخطئة كيف مخطئة؟ يقول لم تسمع الحديث هذا كلام باطل فاطمة الزهراء أعرف بأحاديث أبيها من أبي بكر مليون واحد من مثل أبي بكر وإذا كانت الزهراء تحترم أبا بكر فلا يسعها أن تكذبه وترد عليه لم لم تصدقه الزهراء هذه مسألة لماذا لا يتأمل فيها أهل الخلاف إذا كان أبو بكر عند الزهراء عادلاً ثقة جاء بهذا الحديث لماذا كذبته؟ لماذا هجرته؟ يفترض أن تسلم إن العادل الثقة يروي عن أبيها رسول الله أنه قال هذا الحديث وبموجبه عمل على حرمانها من حقها مجرد عدم قبول الزهراء عليه السلام بهذا الحديث الذي يرويه ابو بكر دال على ان ابا بكر في نظر الزهراء كاذب ليس ثقه مجرد غضب الزهراء عليه السلام على ابي بكر دال على ان ابا بكر ليس من اهل الوثاقه لا يعتمد على حديث ثم إن المنازعة هنا تدور بين المعصوم وغير المعصوم الزهراء معصومة بدلالة حديث يؤذيني ما يؤذيه كما بينت لكم ما عندنا حديث يدل على عصمة أبي بكر فالحق يكون مع من؟ يكون مع الزهراء عليه السلام لا مع أبي بكر مع المعصوم لا مع غير المعصوم هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن إغضاب الزهراء عليها الصلاة والسلام كفر من يغضب الزهراء يترتب عليه حكم الكفر أو موضوعه والى هذا الامر ذهب بعض من اعلام اهل الخلاف ايضا، لسنا ايضا نحن الشيعه فقط من ننفرد به. نحن عندنا اجماع الشيعه ان اغضاب الزهراء عليها السلام كفر. حكما موضوعا بمراتبه. تعمد لا شك تعمد اغضاب الزهراء صلوات الله عليها كفر بلا مريم هذا القول الذي تقوله الشيعه وقد اجمعت عليه ليس منفردا ليسوا قد انفردوا به وانما شاطرهم فيه بعض اعلام اهل الخلاف من اولئك البيهقي تجدون في كتاب عمده القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العين الحنفي في المجلد الرابع والعشرين الصفحه اربعمائه وثلاثه هذا كتاب الفه العيني الحنفي في شرح صحيح البخاري فلما وصل لهذا الحديث حديث البضعه قال قوله بضعة مني بفتح الباء الموحدة وبضمها على قول وبكسرها أيضا يعني يقول هناك ثلاث لغات يمكنك أن تقرأ بضعة 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 يقول وهنا محل الشاهد واستدل به البيهقي على أن من سبها فإنه يكفر الذي يسب الزهراء عليه السلام كافر هذا ما يقوله البيهقي أنا لن أورد هنا ما يجرح مشاعرك لن أورد هنا ما أوردته سابقا من سب أبي بكر عليه اللعنة لفاطمة الزهراء صلوات الله عليه يوم رد عليها خطبتها وخرج عن طوره فسبها وشبهها بامراه زانيه هي ام طحال، انا لن اورد هذا ولن اذكر مصادره ذكرته من ذي قبل واعلم لعبه الاسناد التي يلعبها مخالفون للتشكيك في هذه في صدور هذه المسبه الوقحه من الطاغيه ابي بكر لن أورد أنا هذا ولن أناقشه لكي أستدل به على كفر أبي بكر وإنما أقول إنك إن تأملت في عبارة البيهقي وقرنت معها عبارة أخرى ستأتي من ابن حجر العسقلاني الحافظ تكتشف أنهم يوم قالوا إن سبها عليها السلام كفر ومن يسبها كافر راجع في حقيقته الى اغضابها يعني مناط الحكم هو الاغضاب حيث ان سبها يغضبها لا محاله فيكون الساب كافرا على هذا المناط اي ان مناط الحكم هو الاغضاب كل ما فيه اغضاب الزهراء كفر لماذا لماذا هو كفر لان النبي يقول يغضبني ما يغضبها طيب اغضاب رسول الله كفر ام لا ايذاء رسول الله كفر ام لا كفر بالاجماع النبي يقول يقول ما يغضبها يغضبني ما يؤذيها يؤذيني اذا هذا كفر من مصادق ذلك سبها صلوات الله عليها انه اذا سبها احد فانه يكفر لانه لا محاله انت حين تسب احدا تغضبه فاذا سببت الزهراء فقد اغضبت الزهراء وإذا أغضبت الزهراء فقد أغضبت رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا أغضبت رسول الله أغضبت الله تبارك وتعالى وإغضاب الله كفر بالاتفاق والإجماع لاحظوا هنا العبارة التي ذكرها ابن حجر العسقلاني وضمّنها قول السهيلي من علماء أهل الخلاف يقول ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد السابع الصفحه 130 قوله فمن اغضبها اغضبني استدل به السهيلي على ان من سبها فانه يكفر وتوجيهه هنا يبين مناط الحكم وتوجيهه انها تغضب ممن سبها وقد سوى بين غضبها وغضبه اي قد سوى رسول الله صلى الله عليه واله بين غضبها وبين غضبه هو ومن اغضبه صلى الله عليه واله يكفر انتهت هنا عباره السهيلي لكن العجيب مع متانة هذه العبارة وصحة هذا الاستدلال الذي يعرفه او يفقهه كل فقيه لا محالة تجد الحافظ ابن حجر هذا يحاول ان يوهن من هذه العبارة ويقلل من شأنها فيعلق عليها قائلا وفي هذا التوجيه نظر لا يخفى يقول لا هذا في نظر هذا التوجيه ليش في نظر يا ابن حجر ليش ما الخلل في هذا الكلام لما لم تبين ما هو هذا النظر الذي لا يخفى لماذا لست مرتاحا مما قاله البيهقي وقاله السهيلي وغيرهما ان اغضاب الزهراء كفر، ليش؟ تعرفون العله؟ العله هي هذه اذا سلم بان اغضابها كفر فلا محاله ابو بكر ابن ابي قحافه التيمي كافر. لانه ثابت بالاسناد الصحيحه انه اغضب الزهراء عليها السلام واستشهدت وهي غاضبه عليه ومن تلك الاحاديث التي تدل على ذلك ما في البخاري نفسه البخاري بحمد الله الله عز وجل انطقه ولم يستعمل مقصه المعهود هنا ولم يحرف والروايه ايضا عن امهم عائشه هي تعترف باغضاب ابي بكر للزهراء، الروايه اين؟ في صحيح البخاري، في كتاب المغازي، في باب غزوه خيبر مع انه اي ربط بين غزوه خيبر وهذه القضيه حتى تشوف الله عز وجل لما يريد ان الحق يظهر عند القوم تشوف تفلت منهم احاديث غير مرتبطه بالباب اصلا غير متعلقه بباب معين هكذا وكان حديثا قد حشر حشره في هذا الباب وما ذلك الا لان الله عز وجل ينطقهم بالحق في باب غزوه خيبر الحديث رقم ثلاثه الاف وتسعمائه وثمانيه وتسعين صحيح البخاري بسنده عن عائشه ان فاطمه عليها السلام، لاحظ هكذا يسلم على الزهراء في صحيح البخاري، ايضا هنا ما مكتوب رضي الله عنها، مكتوب ماذا؟ عليها السلام. عن عائشه ان فاطمه عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه واله، طبعا هو يكتب صلى الله عليه وسلم. أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خُمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركنا او لا نورث ما تركنا صدقه انما ياكل ال محمد صلى الله عليه واله في هذا المال او من هذا المال يعني كما يعطى البقيه يعطونهم من بيت مال المسلمين. واني والله لا اغير شيئا من صدقه رسول الله. صلى الله عليه وآله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله زين شوف الحديث جاء أصل الحديث لا مناسبة بينه وبين قضية خيبر كل ما هنالك أنه ذكر أن الزهراء عليه السلام تطالب بحقها في ما افاء الله على النبي بالمدينه فدك ما بقي من خمس خيبر فبهذه المناسبه فلت منه هذا الحديث اخرج الحديث بتمامه يقول تقول عائشه فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك وجدت اي غضبت بل وبالغت في الغضب فهجرته هجران قطيعه خلص هجرته فلم تكلمه حتى توفيت إذن أبو بكر سبب موجدة الزهراء غضبها حتى أنها هجرته وما دام الأمر هكذا فإذا أبو بكر كافر لما قاله البيهقي وقاله السهيلي من أن من يغضب الزهراء عليه السلام يكفر هذا كفر إذن من أبي بكر هذا ما لم يرد ابن حجر العسقلاني ان يعترف به فكتب هذه الكلمتين بعدما اورد كلام السهيلي يقول وفي هذا التوجيه نظر لا يخفى حتى يطمطم على ابي بكر ولا يثبت ما فيه الحجه على كفره. هذه كانت محاوله يائسه من ابن حجر. هنالك محاولة أخرى يائسة أيضاً لكنها تبعث على السخرية أهل الخلاف كما تورطوا في حديث البضعة وحاولوا توجيهه بما يرفع الملامة عن أبي بكر تورطوا ايضا في حديث عائشه الذي يثبت ان ابا بكر اغضب الزهراء حتى قاطعته وهجرته الى يوم استشهادها عليها السلام فماذا صنعوا؟ واحده من محاولاتهم البائسه قالوا أنتم فهمتم الحديث بشكل خاطئ، هذا حديث عائشة فهمتموه بشكل خاطئ، ليس معنى أنها لم تكلمه أنها ماتت وهي غاضبة عليه حتى يترتب عليه حكم أنه كافر لأنه أغضب الزهراء ومن أغضبها فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله لا وانما معنى انها لم تكلمه انها اسمع المسخره والتهريج انها صدقته هاي شلون صارت من لا تكلمه صارت يعني صدقته اسمع وعجب من جمله من روى هذا الحديث الترمذي في جامعه او سننه برقم ألف وخمسمائة واثنين وثلاثين يقول حدثنا علي بن عيسى اللي هو الكراج الكراكجي ثقة عندهم أو حسن الحديث قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لأن أبا هريرة أيضا يعترف أن أبا بكر أغضب الزهراء عليه السلام وأنها لم تكلمه وهجرت. عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر. هو يقول رضي الله عنهما لعنة الله عليهم تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالا حتى تعرف انه ليس ابو بكر فقط وانما هذا اللعين الثاني معه ايضا في الافتراء على رسول الله. فقالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه واله يقول: اني لا اورث. قالت الزهراء ترد عليهما: والله لا اكلمكما ابدا. فماتت ولا تكلمهما. ماذا تفهم من هذه العبارة بالله عليك تفهم أنها غاضبة عليهما تقول أنا بعد ما راح أكلمكم بيني وبينكم خصام وهجران وقطيعة ته هذا من غضبها عليهما ولكن انظر للمسخرة يقول الترمذي قال علي بن عيسى اللي هو الكراجكي هذا الذي روى الحديث قال علي بن عيسى معنى لا اكلمكما تعني في هذا الميراث ابدا انتما صادقان يعني بعد ما راح اكلمكم اقول اعطوني فدك اعطوني حقي انتما صادقان لما قالت لا اكلمكما لن اكلمكما في هذه القضيه مره اخرى انتما صادقان عندي شوف التزوير المفضوح للمعاني ما يستحون والله ما يستحون أبدا انظر كيف أول العبارة فقط لإنقاذ أبي بكر وعمر لأنها مسألة خطيرة إثبات أن الزارة عليه السلام غضبت عليهما هذه التي يغضب الله لغضبها ليست مسألة هينة واحد يجيك يطلع لك يقول لك ها الشعبي قال لا رضاها ابو بكر استرضاها فرضيت كذب دجل رددناه فيما سبق واحد يجي يقول لا معناه انه شنو انه صدقتهما بالله عليك الى هالدرجه استغفال عقول انتم الى هالدرجه تضحكون على الذقون اذا كنت تشتبه في هذه العباره فماذا عن عباره عائشه تقول فوجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك فهجرته هجرته فلم تكلمه يعني لم تكلمه لا لانها تصدقه وانما لانها تكذبه اذ هجرته ووجدت عليه غضبت عليه حتى اذا اخذت بروايه الشعبي الكذاب صادق عند القوم لكنه كذاب عندنا. حتى ان بنيت عليها مع انها ايضا روايه مرسله. هنا لا يضر الارسال. المخالفين يلعبون لك لعبه الاسناد. تجيب لهم روايه الشعبي فيها طعن على عثمان كان غضبا سبابا، يقول لك لا روايه مرسله ما يصير ناخذها. زين تجيب له يجيب له هو روايه الشعبي. أن أبا بكر استرضى فاطمة فرضيت عنه ما يقول هذه يخدش فيها الإرسال مرسلة بس تمشي يقول لك لا الشعبي لا يرسل إلا صحيحا لا موازين ثابتة غير موجودة عند القوم طيب هي هاي رواية الشعبي ذاتها إن أخذتم بها ما معنى قوله استرضاها اي كانت ماذا؟ غاضبة عليه، اذا هذا التأويل السخيف لا يمكن الاخذ به انها لما قالت لا اكلمكما يعني بمعنى اصدقكما ولن اكلمكما في القضية ثانيا، وإلا لماذا يسترضيانها؟ على اي شيء يسترضيانها ان لم تكن قد غضبت؟ فالان اذا من كل الطرق الثابت ماذا؟ هو الاغضاب هذا هو المحرز، اليقين في ذلك، القطع على ذلك. الشك في ماذا؟ في الاسترضاء وأنها رضيت أم لا؟ ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ نجري قاعدة الاستصحاب، نستصحب ماذا؟ ما ثبت على القطع واليقين فتكون النتيجة أن أبا بكر أغضب الزهراء عليه الصلاة والسلام واستحق بذلك أن يكفر وتحل عليه لعنة الله الحق واضح إخواني كالشمس لا يمكن لأحد أن يحجبها بشيء واضح هذه هي النقطة الثالثة مهمة جدا أن أبا بكر بمقتضى حديثه صلى الله عليه واله فاطمة بضعة مني من أغضبها قد أغضبني أو من آذاها فقد آذاني من ينصبها فقد أنصبني ونحو ذلك من ألفاظ نفس هذا الحديث يثبت كفر أبي بكر وعمر يثبت ذلك. وهذه هي العله او هذا هو السر في انها روحي فداها ما رضيت عنهما لانها ارادت ان توصل هذا المفهوم للامه الاسلاميه انهما كافران كما قال الامام زين العابدين عليه السلام. ارادت ان توصل هذه الحقيقه لكم. هذا هو السر في أنها ما رضيت أن يشترك في جنازتها والصلاة عليها لكي تصل إليكم هذه الحقيقة أنهما كافران خائنان لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت وأنهما عدوان لله ولرسوله ولأهل البيت وأن عليك أن تعاديهما في الله هذه هي الرسالة الفاطمية الزهرائية التي أرادت أن توصلها إلينا يفترض أن تكون أنت ذا موقف مبدئي شرعي من هذين المنافقين فلا ترضى عنهما كما غضبت الزهراء عليه السلام عنهما عليهما تغضب انت ولا تبدي رضا عنهما باي عباره من العبارات كما كانت الزهراء عليها السلام تعتبرهما عدوين انت تعتبرهما كذلك عدوين تعاديهما في الله لا ان تطبع العلاقات معهما وتلطف وتلين الموقف منهما الموقف الشرعي ما يحق لك تلين إرضاء لمن يتبعهما مثلا ما يحق لك يفترض أن تكون مبدئيا يفترض أن لا تنسى ما حكاه لك أئمتك عليهم السلام من موقف الزهراء صلوات الله عليها من أبي بكر وعمر يفترض أن لا تنسى هذه القضية المبدئية شيخنا العلامة المجلسي عليه رحمة الله ورضوانه في بحار الأنوار في المجلد الثامن والسبعين الصفحة مئتين وأربع وخمسين ينقل لنا هذه الروايه عن مصباح الانوار للشيخ هاشم بن محمد رحمه الله وهو من علمائنا في القرن السادس. يروي هو بسنده عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام، هذه روايه يتناقلها امام تلو امام. كل امام ينقل هذه الروايه ويرويها للامام ال الذي يليه وكل امام يحدث بها اصحابه وشيعته هذا الموقف وصلنا كابرا عن كابر اماما عن امام ماذا قالوا قالوا مكثت فاطمة عليها السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما هذا على ضبط الناسخ وعلى ضبط الطابع لبحار الأنوار عندي أن الصحيح اللفظ الصحيح خمسة وتس مكثت خمسة وتسعين يوما سبعين وتسعين كلاهما في الكتابة القديمة تكتبان بلا تنقيط فتقرآن على الوجهين الصحيح هو هذا مكثت فاطمة عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله خمسة وتسعين يوما ثم مرضت فاستأذن عليها أبو بكر وعمر فلم تأذن لهما فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فكلماه في ذلك فكلمها وكانت لا تعصيه فأذنت لهما فدخلا وكلماها فلم ترد عليهما جوابا، يعني سلما عليها وهي ماذا؟ لم تسلم عليهما، لم ترد عليهما السلام. وحولت وجهها الكريم عنهما وفي رواية الصادق عليه السلام في علل الشرائع للصدوق جاء قولها لهما اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني الزهراء تشهد مسألة مهمة هذه اعتبر نفسك أنت حاضر والزاراء تشهدك الزاراء تقول لك أنا أشهدك على هالمسألة أنت شلون تتنازل عنها قل لي أي دين عندك أي مبادئ الزاراء تقول أنا أشهدك ترى أبو بكر وعمر ذول ظلموني وأنا غاضبة عليهما ساخطة عليهما عندي شكوى عليهما عند الله وعند رسوله أنت شلون تنسى هذا الشيء شلون تنسى شلون نتميع هذه القضية؟ "اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي". شنو يقول النبي؟ "يؤذيني ما يؤذيها" أنت تروح تمتدح الذي آذى رسول الله؟ اذى بضعته الزكيه فاشهدوا يا من حضرني انهما قد اذياني في حياتي وعند موتي والله لا اكلمكما من راسي كلمه حتى القى ربي فاشكوكما بما صنعتما بي وارتكبتما مني هذا كلام الزهراء يستمر الامام الصادق عليه السلام في بيان بعض التفاصيل كما في روايه مصباح الانوار التي نقلها العلامه المجلسي فيقول فخرج زهراء بعد طردته بهذا الكلام ردتهما فخرجا وهما يقولان لعلي عليه السلام: ان حدث بها حدث فلا تفوتنا. فقالت عند خروجهما لعلي عليه السلام. هي سمعت أن ابو بكر وعمر من هسه مخططين مرتبين انه شنو يريدان ان يشتركا، يدرون زاراه في ايامها الاخيره بعد وخلص. فيريدان أن يشتركا في الجنازة من أجل أن يظهر للناس سياسيا أنهما قد تصالحا مع الزهراء وأن ما كان بينهما قد زال عفى الله عما سلف زهراء فهمت المسألة فأوصت لبعلها أمير المؤمنين قالت إن لي إليك حاجة فاحب ان لا تمنعنيها فقال عليه السلام وما ذاك فقالت اسالك الا يصلي علي ابو بكر ولا عمر بالنص اوصت انا لا اريد هذان الخبيثان لا اريد هذين الخبيثين ان يشتركا في الصلاة علي لا أريد أنا أريد أثبت هذا الخصام إلى الأبد سأشكوهما عند الله وإلى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله من يقول أنا فاطمي أنا زهرائي يستمر على موقف الزهراء عليه السلام واللي تشوفه لعب وغير واعترف بابي بكر وعمر وسماهم خلفاء راشدين وقام حكمهما على الاسلام والعدل واحنا شلنا شغله بيهم هذول ولد عم واختلفوا فيما بيناتهم مو وحرام ترى واحد يتطاول عليهم وابو بكر صديق وعمر فاروق هم بعد زين؟ هذا شنو تعتبره؟ الا تعتبره خائنا للزهراء البتول صلوات الله عليها؟ أليست هذه خيانة لموقف الزهراء؟ أليس هذا عقوقا للزهراء روحي فداها؟ أليس الأمر هكذا؟ قالت أسألك ألا يصلي علي أبو بكر ولا عمر، وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح، أمير المؤمنين دفنها ليلاً فجاء حين اصبحا فقالا: لا تترك عداوتك يا ابن ابي طالب ابدا ماتت ماتت بنت رسول الله فلم تعلمنا انت لم تترك لم ما تركت عداوتك لنا؟ لماذا لم تعلمنا بوفاه بنت رسول الله؟ فقال امير المؤمنين عليه السلام: لئن لم ترجعا لافضحنكما. انتم الاثنين ترى سكتنا بما فيه الكفايه. اذا ما رجعتما الان لافضحنكما. قالها ثلاثا يهددهما. فلما قال انصرفوا. هذه هي الحقيقه. هذا هو موقف الزهراء البتول. المسلم الحقيقي السوي لا يعدل بالزهراء احدا. الزهراء الافضل، المعصومه، الطيبه، الطاهره، الزكيه. التي من يغضبها يكفر بنص علماء اهل الخلاف. لا اقل قسم منهم. وهذا هو موقف الزهراء. مخاصمة نهائية لأبي بكر وعمر إذا لا يمكن للمرء المسلم أبدا أن يقبل الاعتراف بهذين أو ترطيب العلاقة معهما أو 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 التمجيد بهما أو السكوت عنهما لا إحنا عندنا قضية عندنا قضية مبدئية نحن عندنا خصومه، خصومتنا مع هذين هي خصومة سيدتنا وملكتنا الزهراء صلوات الله عليها. هذه الحقيقة يعرفها الكل. أبو بكر وعمر ما اشتركا في الصلاة على فاطمة بوصية منها. صيغت هذه القضية على ألسنة الشعراء من شتى المذاهب. من شتى الفرق عرفت حتى من غير الرافضه على سبيل المثال احد الشعراء الحكام الامراء كان اميرا لمكه المكرمه وهو جد شرفاء مكه الذين حكموا مكه وآخرهم الشريف حسين اللي حكم مكة المعروف قبل أن ينتزعها منه ابن سعود هذا جدهم توفي في سنة ست ستمائة وثمانية عشر زيدي كان اسمه أبو عزيز قتادة بن إدريس ابن مطاعن الحسني الزيدي العلوي هذا له قصيدة ذكرها محسن الامين في المجالس السنيه انا انتخب منها بضع ابيات اختم بها كلمتي هذه الليله يقول مخاطبا اولئك الذين يجادلون في الدفاع عن هذين الملعونين ابي بكر وعمر عن هذين الغاصبين ماذا يقول يقول قل لنا ايها المجادل في القول عن الغاصبين اذ غصباها اهما ما تعمدا كما قلت بظلم كلا ولا اهتضماها لان يعني المخالف ماذا يقول يقول هذان الغاصبان ما تعمدا اغضاب الزهراء واهتضامها يقول اهما ما تعمدا كما قلت بظلم كلا ولا اهتضماها فلماذا اذ جهزت للقاء الله عند الممات لم يحضراها اذا كان الامر كما تقول فلماذا اذ جهزت للقاء الله عند الممات لم يحضراها شيعت نعشها ملائكه الرحمن رفقا بها وما شيعاها كان زهدا في اجرها ام عنادا لابيها النبي لم يتبعاها ام لان البتول اوصت بالا يشهد دفنها فما شهداها ام ابوها اسر ذلك اليها فاطاعت بنت النبي اباها كيفما شئت كيفما شئت قل كفاك كفا فهذه فرية قد بلغت اقصى مداها. أغضباها. هذه هي الحقيقة. أنهما قد أغضباها صلوات الله عليها. أغضباها وأغضبا عند ذاك اغضباها واغضبا عند ذاك الله رب السماء اذ اغضباها وكذا اخبر النبي بان الله يرضى سبحانه لرضاها لا نبي الهدى اطيع ولا فاطمه اكرمت ولا حسناها لا نبي الهدى اطيع ولا فاطمه اكرمت ولا حسناها وحقوق الوصي ضيع منها ما تسامى في فضله وتناها الى اخر ابياته التي صاغها بلسان بليغ حري بجميع المسلمين ان يعرفوا هذه الحقيقه وان يصطفوا مع الزهراء عليها السلام لانه اصطفاف مع المظلوم على ظالمه الزهراء مظلومه وابو بكر ظالم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله